قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن المحللين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت بين 80 و 85 دولاراً للبرميل في العام المقبل. وأضاف نوفاك أن روسيا والمنتجين الآخرين لا يستهدفون أي سعر محدد، وأن بلاده تتمسك بالتزاماتها فيما يتعلق بتخفيضات إمدادات النفط مع ضمان العمل المستقر والتطوير بصناعتها النفطية. من جهة أخرى، استقرت أسعار النفط اليوم في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر، مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى للمرور من المنطقة رغم استمرار الهجمات والتوتر الأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى 81 دولاراً و 22 سنتاً للبرميل، فيما انخفض الخام الأمريكي 8 سنتات إلى نحو 75 دولار ونصف الدولار للبرميل. وارتفعت الأسعار أمس أكثر من 2% إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر، مواصل الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي والذي شهد ارتفاع الأسعار أكثر من 3%.